السلام خوتي الغزالين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم دائما مزيانه وخلقكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. بالمناسبه ديال عاشوراء جيتكم بوصفه سهله والنتيجه رائعه ديال القريشلات اللي كيجيو مقرمشين. في هذا الفيديو هذا غنعجنو بجوج ديال الطرق، واحده بالماء وواحده بالحليب. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعاليق، وراها ناجحه 100% وكنأكد 100%. للمكونات وطريقه التحضير تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وفرجة ممتعة. على بركه الله، بالنسبه للمكونات هنايا غنعبروا بالكاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، معلقه مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه، جوج المعالق ديال الجنجلان، معلقه ديال الماء زهر، شويه الملح لتصحيح الذوق، وهنا الدقيق حسب الخليط. هنايا احتاجيت 380 غرام وخماره. صافي غير يتجمع لكم صافي، وما تبقاوش تزيدوا الدقيق. هنا كناخدو السوائل، الزيت مع السنيده مع الحليب، كنخلطهم مزيان، من بعد كنزيدو النواشف، من بعد الدقيق، كتعجنو عادي، هو ما كيتسدلك ما والو، غتجمع لكم العجينه صافي وحبسو. هاد الكميه كتخرج كيلو ولا ربع ديال الكعك، الا بغيتو كميه اكثر يمكن لكم تدوبلو المقادير. هنا كنزيد الخميرة على الدقيق، من بعد غندى نعجن، من الأحسن الدقيق على دفوعات. صافي غتجمع لكم العجينة وحبسو. هنا 380 غرام، في أي غريبة ولا أي حلوى ولا فقاص عمركم ما تزيدوا الدقيق مرة واحدة، دائما دفوعات. هنا كتحصلوا على العجينه بهذا الشكل هذا، ما كتلصق ما والو، وغنقسمها على ثلاثه الاقسام وكنقرصها بهذا الشكل هذا، باش ملي نبدا نحربل فيها كتجيني ساهله. هانتوما كتشوفوا الطريقه دابا.
هذه هي اسهل طريقه باش تخدموا الكعيكات ديالكم او القريشلات او الكعك حسب كل واحد شنو كيسميهم في المنطقه ديالو. وحتى الوقت ما كيجدوش الوقت باش كيتصايبوا كيتصايبوا دغيا. كنتمنى تجربوهم لحقاش ناجحين 100%. وهناك القطعون بهذا الشكل هذا، الحجم ديالهم كان 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. بالنسبة للطياب ديالهم كتسخنوا الفران من قبل يكون سخون مزيان، وملي تدخلوه نقصوا العافية تكون النار متوسطة. لحقاش خصكم تقلبوهم مرة مرة، اما الا جهدتوا العافية بزاف غيتشوطوا لكم من الجناب ومن الداخل غيبقاو خضرين شوية. من الاحسن يطيبوا على خاطرهم. انا هادي خرجتهم المرة الاولى كنقلب فيهم المرة الاولى، وغنزيدهم المرة الثانية عاوتاني. من بعد ها هما واجدين. وكانت هذه النتيجه ديال القريشلات ديالنا اللي كيتعجنوا بالحليب. الصراحه كيجيو زوين مقرمشين واللون ديالهم كيجي زوين بزاف. دابا غندوزو للقريشلات ديالنا اللي كيتعجنوا بالماء. هنا الكعك رقم 2 نفس المكونات نفس القياس نفس المقادير نفس العبار، غير هادو كيتعجنوا بالماء والاخرين بالحليب. بالنسبه للزلافه اللي فيها الجنجلان كتبقى اختياري، اذا الا بغيتوا تشدوا العجين ديالكم تقسموه على 2 نص تمرمدوه في الجنجلان بهذا الشكل هذا، ديروه محراب للطوال وتمرمدوه باش يكون واحد شويه الاختلاف وحتى الذوق يكون متنوع شويه، ولكم الاختيار. هانتوما غتشوفوا الفيديو كيفاش غندير.
حتى بالنسبة للعجينة نفس الطريقة. انا بغيت ننوع شويه، شديت هذه الكرسه هذه درت فيها الجنجلان صافي، وغنحرب لهم غير باش ننوع شويه وصافي. ما بغيتش انا كل شيء يكون عنده نفس المذاق. بالنسبه للتقطاع كيبقى حتى هو اختياري، انا خديت النص قطعته بهذا الشكل هذا على شكل فقيق ساط رقيق، ما تكبرونش بزاف، هما من الاحسن ما تكبرونش بزاف باش يجيهم مقرمشين. بالنسبه للنصف الاخر ديال العجينه قطعته عادي، قطعته صغير. كيف كتشوفوا كنعاودوا نفس العمليه، كنقلبوه مره مره باش يطيب لينا مقاد. وكانت هذه النتيجه ديال الكعك ديالنا اللي قطعناها بطريقه مايله، كيجي اللون ديالو زوين وذهبي وكيجيو مقرمشين. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل الثاني اللي مرمتو في الجنجلان. الصراحه ما درتش الجنجلان بزاف، الا عملتو الجنجلان بكثرة غيجي الديكور ديالو زوين، فما يدر زوين وحتى المذاق ديالو غيجي احسن. كانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بلايك الى عجبكم الفيديو وتبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. وخليتكم هذه الساعه، بالسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.